بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الأول من مادة الدراسات الإسلامية قسم التوحيد، تعظيم الله تعالى، للصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني. المراد بتعظيم الله إجلال الله جل وعلا بالقلب، يعني تعظيم الله بالقلب واللسان والأعمال فعلا وتركا. إجلال الله جل وعلا بالقلب واللسان والأعمال فعلا وتركا، الأعمال فعلا وتركا بقلب ولسان وأعمال. وأصل التعظيم يكون بالقلب، وتعظيم المؤمن لربه لا بد أن يظهر على لسانه وجوارحه. ومثال ذلك تعظيم الله بالقلب بأن يكون الله أجل شيء في قلبك، يعني أعظم شيء في قلبك، فتخضع له وتذل وتتذكر قدرته على كل شيء، فتتعلق به في حياتك وفي حاجاتك، وتستشعر الافتقار إليه، وتخشاه في السر والعلن، وتعظم شرعه. تعظيم الله باللسان بذكره وشكره وقراءة كتابه، تعظيم الله بالأعمال بطاعته وامتثال أوامره، هذا فعلا. أما الترك اجتناب ما نهى عنه، يبقى الفعل بطاعته وامتثال أوامره، الترك اجتناب ما نهى عنه. هذه أمثلة لتعظيم الله عز وجل باللسان بالذكر والشكر، بالقلب خشية الله في السر والعلن وتعظيمه، بالأعمال بالطاعة وامتثال الأوامر، وبالترك باجتناب ما نهى الله عنه. حكم تعظيم الله واجب، وقد أنكر الله تعالى على الذين لم يعظموه ويقدروه حق قدره، فقال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أمثلة التعظيم لله عز وجل، أمثلة لتعظيم الله. تعظيم دين الله وشعائره، كلما عظم المسلم شعائر دين الله تعالى كان ذلك دليلا على تقواه وتعظيمه لربه جل وعلا، بخلاف الذي ينتهك شعائر الله ولا يبالي بها، فهذا دليل على ضعف تقواه وضعف تعظيمه لله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن الدين عند الله الإسلام. تعظيم حرمات الله، يجب على المسلم تعظيم كل ما حرمه الله تعالى باجتنابه وترك ما يفعله منه. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، يعني في أشياء لا نقترب منها، فهذه الأشياء هي المحرمات، لا نقترب منها حتى لا نقع فيما حرم الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وأما الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه
فقال به هكذا، ووصف الراوي ذلك فقال بيده فوق أنفه، يعني يهشها وخلاص، يعني عنده ذنوبه صغيرة هذا الفاجر. أما الكافر فيرى أن ذنوبه كبيرة ويخاف منها. الوسائل المعينة في تعظيم دين الله والشرائع هي موجودة عندي قبل هنا، الأسباب المعينة في تعظيم الله: معرفة معاني أسماء الله وصفاته وتدبر كتابه الكريم وإعجازه، تعلم العلم فهو نور يهتدي به من تعلمه، التفكر في ملكوت الله وعظيم مخلوقاته كالسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب وفي الحيوان والجماد وفي نفس الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والتمسك بسنته، التفكر في نعم الله الكثيرة والثناء على الله بها. هذه أشياء تجعلنا نعظم الله عز وجل ودينه وشرعه. ممكن يعني نضيف لها بقى حضور جلسات العلم، سماع الأشرطة الدينية، سماع الحلقات اليوتيوب التي فيها قدرة الله عز وجل وخلقه والإعجاز العلمي، بالتعاون مع مجموعتك اذكر ثلاث مظاهر في حياة الناس تدل على تعظيم الله وثلاث مظاهر أخرى تدل على ضعف في تعظيم. مظاهر تعظيم الله هنا مثلا الصلاة، هنا مثلا إيه اللي هو هنا قراءة القرآن، الدعاء، كل ده لأنك تعظم الله تصلي له وتقرأ القرآن وتدعوه. مظاهر ضعف تعظيم الله لا ترك الصلاة، ترك الصلاة دوتي لا يعظم الله عز وجل. الكذب، لا الغيبة والنميمة، ليه؟ لا يؤمن بأن الله يرى، يبقى عنده ضعف، ضعف في تعظيم الله عز وجل. أي ذنوب هذه من ضعف التعظيم، أما الطاعات مثل قراءة القرآن والدعاء والتسبيح والذكر. الأسئلة هذه جهزتها لكم. السؤال الأول: ما المراد بتعظيم الله جل وعلا وما حكمه؟ هو إجلال الله جل وعلا بالقلب واللسان والأعمال فعلا وتركا، وأصل التعظيم يكون بالقلب، وتعظيم المؤمن لربه لابد أن يظهر على لسانه وجوارحه زي ما قلنا في دعاء، في صلاة، في قراءة قرآن. حكمه واجب، حكم تعظيم الله واجب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السؤال الثاني: مثل على تعظيم الله بالقلب. أن يكون الله أعظم شيء في قلبك فتخضع له وتذل وتتذكر قدرته على كل شيء فتتعلق به في حياتك وتستشعر الافتقار إليه وتخشاه في السر والعلن وتعظم شرعه. هذه هي إجابة السؤال الثاني: أن يكون الله أعظم شيء في قلبك تخضع له وتذل وتتذكر قدرته على كل شيء ف
فتتعلق به في حياتك وتستشعر الافتقار إليه وتخشاه في السر والعلن وتعظم شرعه. السؤال الثالث: كيف يكون تعظيم الله باللسان والأعمال؟ باللسان بذكر الله وشكره وقراءة القرآن، الأعمال فعلا بطاعة الله وامتثال أوامره وترك باجتناب ما نهى الله عنه. يبقى أقول له باللسان بذكر الله وشكره وقراءة كتابه، أما الأعمال ففعلا بطاعة الله وامتثال أوامره وترك باجتناب ما نهى الله عنه. وكده نكون انتهينا من الدرس بتاعنا. ما تنسوناش من الدعاء واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.